اهلا وسهلا بيكم في الحلقه رقم 17 من بوكيمون راديكال ريد راندمايزر ناسداك تشالنج على قناه بوكيمونيان. انا بروفيسور بيبعم، والنهارده هنكمل رحلتنا في اقليم كانتو، خلاط البوكيمونات الصعب جدا جدا. قبل اي حاجه عايز اهنيكم كلكم بحلول شهر رمضان المبارك، كل سنه وانتم طيبين، ربنا يعيده عليكم بالصحه والخير، واتمنى ان انتم تكملوا صيام الشهر الكريم بدون اي مشاكل ان شاء الله. وبعد كده هفكركم طبعا ما تنسوش تدعمونا بلايك وشير وسبسكرايب وتفعلوا زر الجرس عشان ما تفوتكوش اي حاجه محتوانا طبعا، لان احنا قربنا جدا من ال 2000 مشترك. والحاجه الاخيره اللي هنعملها قبل ما نبدا حلقتنا هي ان انا هوريكم الفريق بتاعنا اللي انا قررت اجيبه ضد جيوفاني، لانه هيبقى معاه فريق قوي جدا. فريقنا هيكون مكون من هويدي الابستجون معاه التشوب الباري والهجمات اللي احنا عارفينها ايرون تيل نايت سلاش بارتنج شوت وابستراكت. هي هويدي النهارده مش هيبقى موجود علشان يعمل دامج، ولكن اكتر علشان يقلل من الدامج اللي هيحصل من الخصم بتاعنا. تاني بوكيمون معانا هيكون انسينرور بالادمنت نيتشر شاركول ومع دراي سكين طبعا. تالت بوكيمون درونا ما نقدرش نستغل عنها، جولي نيتشر بسيترس باري ومعاها ثاندر سكيك دريل باك يوتيرن وتيل ويند. تالت بوكيمون هيبقى بيج نوز يعود من جديد على الفريق، بول نيتشر بسيترس باري معاه فليم بادي طبعا. ومعانا بعد كده مستر كات كيرفل نيتشر بالشابل باري برضو عشان يقلل من قوه الهجمات الفايتنج تايب، وهيبقى معاه بات تانترم بولدوز باي باك وسنارل. واخر بوكيمون معانا هتبقى تاب وفينيا الاضافه الجديده لفرقتنا، ميستيك واتر مودست نيتشر وواتر ابزورب ايس بيم سكالد دازلينج جليم وسوك. هيا فريق جامد قوي، لانه جيوفاني هعرض عليكم الفرقه بتاعته دلوقتي على الشاشه. هيكون فريقه مكون من نيدو كينج ليفل 45 تيمد نيتشر ومعاهم كمان ايفيز، يعني البوكيمونات دي مشكله بتاعته ان هي عليها ايفيز. معاه بعد كده هانش كرو وتورس الناري وكانجسكان ميجا واورثورم، فكلها بوكيمونات جامدة جدا، ولكن احنا ان شاء الله بالفريق بتاعنا هنقدر نتحداه. فتعالوا نكلم جيوفاني والمواجهة الاولى مع زعيم عصابة تيم روكت. طبعا قبل ما ندخل المباراة عايز اسألكم سؤال حلقة النهاردة، هتفطروا ايه اول يوم رمضان؟ انا بسجل الحلقة دي قبل السحور بتاعي ان شاء الله الاول ليلة، فأتمنى طبعا ان انتوا تكونوا بتتسحروا كويس دلوقتي، يعني انا عارف ان انتوا مش هتشوفوا ده غير بعد ما تكونوا اتسحرتوا ان شاء الله، بس يا ريت اعرف منكم برضو هتفطروا ايه اول يوم رمضان. وفي سؤال فرعي كده للنهارده عايز اسالكم عنه، ايه رايكم في الميعاد بتاع الابلودز دلوقتي او ميعاد اللي بنرفع فيه الفيديوهات؟ لان انا هبدر شويه خلال شهر رمضان نخليها الساعه 3 العصر بتوقيت القاهره او الساعه 4 بتوقيت المملكه، علشان يعني الناس يبقى عندها فرصه تلحق قبل الفطار تشوف الحلقه، ولا تحبوا ان انا نخليها بعد الفطار ولا ايه؟ يعني برضو يا ريت تشاركوني في التعليقات رايكم بالموضوع ده. بينما احنا نتلقى الهجمات من نيدو كينج، احنا عمالين بنحاول نقلل من قوه الهجمات بتاعته، فعملنا الاول بارتنج شوت بتقلل من الاتاك والسبيشال اتاك. كده كده تورس هيبدل هنا بالانتيميديت بتاعته، هتشوفوا ان احنا هنعمل بارتنج شوت مره تانية. زي ما قلت لكم هويدي موجود بس علشان يقلل من قوه الهجمات بتاعه جيوفاني، فاحنا هنعمل تبديله تاني. وبما انه نزل بالتورس الناري بتاعه، فهو ما عندوش اي تبديلات يقدر ينزل بيها اساد تابوفيني طبعا بتاعتنا، لان احنا نقدر نعمل هنا سكالد واحده بس. هنشوف ستون ايج مش هتعمل اي حاجه تذكر علينا، واحنا معانا سكالد وان هيت نوك اوت اكيد على التورس ده، بما ان احنا معانا مودست نيتشر وكمان الميستيك واتر. قوه الهجمات بتاعتنا قويه جدا جدا. البوكيمون اللي جاي هينزل هيكون ميجا كانجسكان. اوكي، ميجا كانجسكان طبعا لما يتحول هيعمل فيك اوت في الدور الاول، وبما انه هيعمل فيك اوت فاحنا نقدر ننزل بهويدي هنا، مش هياخد دامج كبير قوي. تعالوا نشوف الاول التطور الميجا من ناحيه ميجا كانجسكان. طبعا احنا هنرجع اخيرا للميجاز يا جماعه في لعبه بوكيمون ليجندز زد اي العام المقبل باذن الله، انا مش قادر استنى والله العظيم. كده كده نعمل ابستراكت، علشان ابستراكت دي حاجه زي بروتكت، بس كمان لما البوكيمون اللي قدامنا بيعمل علينا هجمه فيها تلامس مع البوكيمون بتاعنا هيقع الديفنس بتاعه، ودي حاجه هتساعد البوكيمون اللي جاي. تعالوا نشوف الاول باور اب بانش. زي ما قلت لكم انا مدي لهويدي التشابل باري لان دي بتقلل من قوه الهجمات الفايتنج تايب اللي هو اربع مرات ضعيف ضدها، فادي اول باور اب بانش مش هتعمل الدمج كفايه، حتى لو ضربت مرتين ورا بعض الحمد لله مش هتعمل دمج خالص. والبارتنج شوت اللي جايه دي هتقلل من الاتاك والسبيشال اتاك بتاع الميجا كانجسكان. وبما اننا وقعنا الديفنس بتاع البوكيمون ده نقدر ننزل بدرونا هنا
ونعمل واحدة ثاندرس كيك هتبقى كفاية جدا انها تخلص على الـ HP بتاع الكانجسكاندا. فتعالوا نشوف هنا هل هي فعلا كافية ولا لا. بسم الله الرحمن الرحيم. درون يا جماعة درونة، يعني تصفيق حرفي الكومنتس تحت من اقوى البوكيمونات اللي حصلنا عليها لحد دلوقتي الحمد لله. اورث وورم هينزل هنا يعني بنسبة 99.9% هيعمل الهجمة بتاعة شات تيل اللي هي بتخليه يبدل، والبوكيمون اللي ينزل مكانه يبقى عنده اسمه ايه السبستيوت او اللي هو البديل ده اللي هو بياخد دامج مكانه. بس كده كده احنا عايزين نحرق الباري بتاعة الاورث وورم ده، فتعالوا نشوف هو بالفعل هيستهلك السيترس باري وهيعمل شات تيل علشان يبدل. بس شوفوا هينزل يعني هيخرج من ارض الملعب، مش هيفضل عنده غير شويه الاتش بي دول لما ينزل تاني. طبعا نيدو كينج هيبقى عنده السبستيوت، فاحنا ممكن نعمل يو تيرن هنا سريع نخرج من على ارض الملعب. اي نعم ده مش هيكسر السبستيوت بتاعه، لكن نقدر ننزل بمستر كات. مستر كات سيد قط يقدر هنا يستحمل الضربه اللي جايه، لان اعتقد هيعمل ثاندر بولت بالفعل. طبعا انتوا شايفين انه نيدو كينج قدامنا ولكن هو مازال مستتر خلف السبستيوت بتاعه. فايس بيم الاول تضرب علينا، يا رب مش كريتيكال هيت بس اوكي كويس قوي. وستامبينج تانترم بتاعتنا المفروض تكسر السبستيوت وهو مش هياخد اي دامج، يعني هتشوفوا نيدو كينج بيختفي وبيظهر تاني، قال يعني هو اختفى ورجع. فمفروض الايس بيم اللي جايه ما تموتناش لان احنا شفنا استحملناها بشكل كويس قوي. نعمل الستوبينج تانترم بتاعتنا اللي جايه على 11 اتش بي، على 11 اتش بي يا جماعه. كل شيء مدروس، كل شيء مدروس. شوف هنا كريتيكال هيت على النيدو كينج تخلص عليه، وما بقاش فاضل مع الاستاذ اللي قدامنا غير اتنين من بوكيموناته. هانش كرو واحد منهم، وهانش كرو يعني ما قدرش يعمل حاجه قوي البيج نوز، فاحنا ننزل ببيج نوز هنا لان حتى لو عمل حاجه زي بريف بيرد يعني مش هناخد دامج كبير. هو اختار يعمل ساكر بانش كمان اوكي كويس قوي، فاحنا نقدر نعمل ديسشارج ونشوف هنا الديسشارج بتاعتنا هتعمل دامج كبير جدا جدا قد ايه يا رب. بسم الله الرحمن الرحيم. وان هيت نوك اوت يعني بيج نوز برضو جامد، يعني واحد من الاضافات العظيمه جدا لفرقتنا. واعتقد كده مش فاضل غير اورث وورم اللي هنعمل عليه واحده ديسشارج كمان ونبقى خلصنا على فريق جيوفاني يا جماعه بدون اي خسائر الحمد لله. بدايه موفقه جدا لحلقتنا، وطبعا يعني بسم الله الرحمن الرحيم كده بدايه جامده في رمضان. كده خلصنا على جيوفاني. في ايتم هنا نقدر ناخدها اللي هي السيلف سكوب، والسيلف سكوب معناه ان احنا لازم نطلع على المبنى اللي هو فيه السيمتري دي البوكيمونات المدفونه فيه. بس قبل اي حاجه تعالوا نتفقد المبنى ده، اظن في ايتم في الدور ده. بس الراجل ده هيوقفنا مش مشكله. انا كنت ما بين الحلقات بصراحه، لا دي مشكله، دي مشكلة لأن احنا معناش بوكيمونات صحتها كويسة. ممكن ننزل بتابو فيني، ممكن ننزل بتابو فيني. سلاج سبحان الله معاها الهجمة الوحيدة اللي تقدر تعمل علينا سوبر افكتيف دامج. عموما هنعمل سكالد احنا والبوكيمون اللي جاي ناجا نادل. يا نهار ازرق، مش كويس الكلام ده، مش كويس الكلام ده. ممكن ننزل باسلام مثلا، معهوش حاجة قوي. يعني معقول، تعالوا نجرب كده. أنا نشوف بويزن جاس دي المفروض ما تعملش حاجه غير انها تعمل لنا حاله التسمم بالفعل. نعمل سنارل لان وراها سلادج. اوكي عمل الدمج مش وحش خالص. نحاول بقى نعمل داركست لاريات المفروض تخلص على الناجا نادال دي. لا اوكي لا احنا محتاجين نحافظ على البوكيمون بتاعنا ده، فممكن ننزل لبيج نوز. بيج نوز هيستحمل الهجمة اللي جاية ايا كانت ايه، ووراها واحدة ديسشارج نخلص على المدرب ده. يعني حاجة مباراة كده ملهاش اي معنى والله العظيم، وقفتنا في السكة. وانا نسيت طبعا ودي غلطة مني ان انا اعمل هيلينج للفريق بتاعنا، فاحنا نستخدم بوكي فايل سريع كده لان انا كنت بقول لكم ما بين الحلقات بصراحة استغلت الفرصة اني اخد بعض من الايتمات اللي كانت موجودة. فاعتقد دي اوضة من الاوضة اللي كان فيها ايتم. لا احنا هندخل ناخد مباراة وخلاص. طيب ما علينا. نايفرن السيفيان فورم. نايت سلاش هتبقى قوية جدا ضده لأنها سوبر افكتيف. اوكي. كيرس هيموت نفسه بنفسه، ماشي. متشكرين يا عم نايفرن، تمام. كرابي نعمل له نايت سلاش هو كمان. مش كفاية. هويدي. ارجع يا هويدي بسرعة.
ونعمل ديسشارج. مباريتين ملوش اي معنى، كادوا ان هم يخسرونا بوكيمونات من عندنا. ما علينا، كل ده علشان ان انا بحاول اروح ادور على ايتم وهمية، صح؟ ماشي، ما علينا، احنا خرجنا منها بسلام ونقدر نرجع على البوكيمون سنتر نعمل هيلينج طبعا. والحاجة التانية اعتقد ان احنا عندنا ليفل كاب جديد نقدر نزود من ليفلات الفريق بتاعنا، اعتقد مش بكتير، ليفلين مثلا. فتعالوا بس ندور على الرير كاندي بتاعتنا، نشوف هنا يوصلوا ليفل 49. عايز اتعلم تشارج ملهاش لازمة، 50 51 52 53 54. اوكي لا، ده احنا عندنا ليفل كاب كبير قوي، وصلنا ليفل 56. فهكبر بقية فريقنا وارجع لكم على طول. وسريعا كبرت الفريق بتاعنا، ما اعتقدش ان انا علمت اي من بوكيموناتنا اي هجمات جديدة غير درونا، يمكن ان انا علمتها الهجمة بتاعت بالك اب، لان دي بتزود من الدفاع والاتاك بنفس الدور بدرجة واحدة. فدي هتبقى حاجة كويسة قوي، لان احنا هنروح دلوقتي نقابل اظن اللي علينا نعمله، هنروح على مدينة لافندر تاون، وعلينا ان احنا نطلع المبنى اللي انا قلت لكم عليه البوكيمون. هي اسمها ايه؟ السيلف كو مش كده؟ ثانية واحدة، البوكيمون تاور اللي هو يعني برج البوكيمونات، لانه ده المكان اللي بتكون اتدفنت فيه البوكيمونات اللي فقدت ارواحها. طبعا قبل اي حاجه نتاكد بس انه الانفينيت ريبل شغال، لان احنا هيبقى عندنا طوابق عده نختار منها الانكاونتر الجديد بتاعنا. فلو فتحنا الداكس ناف، مش الدور ده يمكن الدور الجاي، واعتقد كمان احتمال يبقى عندنا مباراه مع جاري. لا مش هنا، لسه مش هنا. نفتح الداكس ناف بقى هنا ونشوف ان عندنا فعلا ارشيفو اختيار جامد. يعني بقيت البوكيمونات بصراحة مش قد كده، يمكن ساندي شوكس احسنهم. هل لو غيرنا الوقت، خلينا التوقيت مساء او صباحا عفوا، هل البوكيمونات هتتغير؟ بتتغير شوية. عندنا هنا في بيشارب، وده حلو، ممكن يتطور لكينج امبت، واحد من البوكيمونات الجامدة قوي. طيب انا برضو مش هختار من دلوقتي لسه، لان احنا زي ما قلت لكم عندنا طوابق عده، وكل دور من دول بيبقى فيه اختيارات من البوكيمونات المختلفه. فقبل اي حاجه تعالوا ناخد السيبلاين سيبل نايت اللي هي الحجر الميجا الخاص بسيبلاي، ونكمل من هنا يعني نشوف نطلع الدور اللي جاي هل البوكيمونات هتتغير. لا نفس الحاجة، اوكي. يبقى احنا عندنا في تورتوجا، ده مختلف، ما كانش موجود في الطبق اللي تحتنا على طول، انا شبه متأكد يعني. طيب نعمل برضو ريسات للتوقيت كده نشوف هل في حاجة تتغير. لا نفس الحاجة، اوكي. طيب يعني انا بيني وبينكم اعتقد الانكاونترز بتاعت الصبح احسن شوية، بس قبل برضو ما ياخد الانكاونتر هتأكد ان احنا نطلع كل الطوابق، لو ما لقيناش فيه اي تغيير هناخد واحد من الانكاونترز دول. الايتمز دي ما اظنش ان ليها اي لازمه، ممكن ندخل في مباراه يعني مش هيجرى حاجه، نسرعها بيداف يعني ما فيش حاجه احزن من كده. نايت سلاش وان هيت نوك اوت، تمام. طبعا احنا ما ناخدش اي ثقه في نفسنا دلوقتي، لانه خلوا بالكم احنا داخلين على ميني باص خطيره جدا جدا، وهي الالولان مارواك ليفل 58 اصلا، يعني احنا ليفل 56 دلوقتي، وهنعاني جامد قوي ضد البوكيمون ده. بس انا ان شاء الله بنفس الطريقه اللي انا اضعفت بيها جيوفاني هنحاول نضعف بيها البوكيمون دي. طيب واضح انه برضو ما فيش اي فرق في البوكيمونات خالص، دي مباراه اجباريه هنا. بوكيمون واحد معاك يورم، اوكي. ايرون تيل بتاعتنا بقى المفروض تبقى وان هيت نوك اوت هنا، لان احنا معانا الابيليتي اللي هي بتضمن انه الهجمه تضرب. الست دي مش هتعمل معانا مباراه، ولكن نقدر ناخد الايتم دي كلانس تاج، اوكي. ناخد الطريق ده علشان اعتقد في ايتم تحت بالفعل نقدر ناخدها. مونفيرنو خد لك بارتينج شوت، لان احنا معناش اي هجمه قويه ضده. تورمنت نعمل سكالد ونقول له يلا السلامه، تمام. نحاول بقى ننزل هنا من غير ما الست دي تاخد بالها مننا.
ناجت يعني ايتم ما كانش ليها لازمه قوي. بصي الناحيه الثانيه ارجوكي. اوكي تمام نقدر نطلع من هنا بالسلامه. داكس ناف مره تانيه مش في تغييرات بسيطه. اكلات ساير ده ما كانش موجود تحت ولا انا بيتهيألي؟ ثانيه واحده يعني انا لو نزلت هنا كان دراديجان يعني بيبقى في كل دور عن التاني في تغيير بسيط قوي قوي قوي. واحد من البوكيمونات بيتغير يعني لو بصينا على الصبح هنا هنلاقي فيش برضو يعني فروقات بجد لا تذكر. طيب ناخد بس التي ام دي ولو ويسب هتفيدنا قوي هتفيدنا قوي قوي. واعتقد بعد الست دي هنقدر نروح نواجه البوكيمون اللي احنا بنتكلم عنها. نعم بارتينج شوت سريعة الاول وننزل باسلام هنا. ماشي مفيش مشاكل يعني اعتقدش ان احنا نقدر نعمل حاجة باسلام عصام قوي لانه المارواك معاها هجمات من النوع الارضي قوية جدا جدا مش هنقدر يعني مش هينفع نعمل الاين تيل بتاعتنا ونخلص كده. طيب ناخد هنا رير كاندي واعتقد احنا هنحاول ندخل في المباراة ضد الالولان مارواك دي مرة تانية. ليفل 58 معاها الهجمات بتاعت بون ميرانج شادو بون فاير بانش وثاندر بانش جولي نيتشر وعندها كل الستاتس 252 والابيليتي بتاع بون زون. فيعني بصوا احنا يعني هنتعب جامد قوي ضدها. هنسمي الله وندخل بالتشكيله بتاعتنا والخطه اللي في بالي اللي هي ان شاء الله ان شاء الله تنجح. مره تانية احنا بادئين بهويدي علشان هيقدر يقلل من الدفاعات وقوه الهجمات بتاعه المارواك ده او دي يعني هو المفروض انها تبقى فيه ميل على فكره يعني بس ما علينا. طبعا سبيد واتاك وسبيشال اتاك وسبيشال ديفنس كله هيعلى بدرجه. نعمل اول حاجه اعتقد ابستراكت الاول لان دي هتقلل من الدفاع بتاع الالولان مارواك وهتشوفوا ثاندر بانش هنا مش هتعمل حاجه علينا. نعمل وراها واحده بارتنج شوت والحمد لله برغم انه الالولان مارواك زود من قوه الستاتس بتاعته كلها بدرجه الا ان احنا لسه سابقين. فزي ما قلت لكم الهدف ان احنا نقعد نقلل من قوه الهجمات بتاعه البوكيمون ده. ننزل هنا بيج نوز. بيج نوز المفروض يتحمل الهجمه اللي جايه. فاير بانش تعمل دامج قد ايه؟ دامج كبير الى حد ما ولكن معانا الستريس باري بتاعتنا هترجع الاتش بي. هنعمل فولت سويتش مفيش مشاكل خالص. يعني عملت دامج بسيط قوي بس مش عارف ننزل بمين. هل هيعمل فاير بانش تاني؟ لان لو هيعمل فاير بانش ممكن ننزل بتابو فيني. مستر كات برضو مش وحش خالص. طب نجرب ننزل بهويدي ونشوف هيعمل فاير بانش بالفعل. يا ريت بس ما يعملش يعني حاله البيرن علينا. لا حول ولا قوه الا بالله. ماشي طيب في هذه الحاله في بوكيمون تاني اقدر ان انا اعتمد عليه وهو مستر كات لان انا كنت معتمد على هويدي ان هو يقدر يعمل الدامج اللي احنا عايزينه. هنعمل بارتنج شوت مره كمان. احنا كده نيجاتيف 2 اتاك نيجاتيف 2 سبيشال اتاك ونيجاتيف 2 ديفنس. يمكن ننزل لمستر كات هنا. المفروض ما يبقاش فيه دامج كبير بيحصل علينا خالص في الهجمات اللي جايه. هتشوفوا ثاندر بانش كمان اوكي مش هتعمل علينا دامج خالص. ودلوقتي مستر كات عليه هجمه باي باك اللي هي قوتها 50 ولكن لو اتنفذ علينا هجمه الاول زي الفاير بانش دي هنرد الهجمه بضعف القوه بتاعتها. فهنشوف قوه باي باك على المفروض نيوترال ديفنس دلوقتي على المارواك هتعمل دامج قد ايه. وان هيت نوك اوت على طول يا جماعه وكانت الخطه ناجحه جدا في ان احنا نتغلب على بوكيمون الليفل بتاعه اعلى بدرجتين. جوست واز ذا ريستلس سبيريت اوف كيوبونز مادر ام كيوبون اللي طبعا فريق روكت اختطفوها و ماتت بعدها طبعا ولكن قدرنا ان احنا نسيطر على الروح المسكينه دي. نعمل بوكي فايل طبعا قبل ما ناخد اي خطوات تاني في المبنى ده ونطلع المبنى بعد كده. اظن نقدر نتفادى المدربين. لا واضح انه ما نقدرش. طيب بس يعني المفروض يبقى مباريات سريعه جدا زي المال ماتل ده مثلا. نعمل ابستراكت الاول واحده. ثاندر ويف اوكي نعمل بارتنج شوت مفيش مشاكل خالص وننزل ببيج نوز بما انه عايز يعمل ثاندر ويف علينا عايز يشيل حركتنا واحنا طبعا بيج نوز من اسيد ارمر
اوكي غير الهجمه بتاعته، علا من الديفنس بتاعه بدرجه، ولكن الديسشارج كده كده بتضرب على الناحيه السبيشال مش الناحيه الفيزيكال، وكده كده مال ماتل عنده سبيشال ديفنس ضعيف قوي. كريتيكال هيت عمل الدامج لطيف قوي، وهيد بات هتشغل الفليم بادي، يعني مش هيعمل دامج اكتر من، يعني هيعمل دامج اقل من اللي فات كمان. فادي ديسشارج تانية، شوف تعمل دامج قد ايه، خلصت على بقيه الاتش بي بتاع مال ماتل كويس قوي. البوكيمون اللي جاي بيكون لاديبا، لاديبا فلاينج و ولا فايتنج وباج، هنا مش هتفرق كتير في الديسشارج دي تخلص. فلاينج وباج، فادي واحده ويلا السلامه. طبعا البس البيجامه. اخر بوكيمون كومباسكن. اوكي كومباسكن احنا معناش هجمه سوبر افكتيف ضده، بس الديسشارج برضو هتعمل دامج محترم قوي 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 ضده، يعني يمكن 80% او 1 هيت نوك اوت ونقول له يلا السلامه البس البيجامه. تمام، فادي اول مدرب من فريق روكت هيمشي طبعا، وهو زعلان ان احنا هزمناه هزيمه نكراء. ممكن نسرع شويه الاثنين. سانت سكورتش كان مره اسلام ذا جيمر اظن سالني هو ليه السيزل بيت شكلها مختلف، ده علشان هي عندها النوع الباج المختلف ده. نوعين عن بارتينج شوت، هي هتبقى باج وجراوند هنا بدل باج وفاير، ده اللي انا كنت عايز اقوله. في هذه الحاله ممكن ننزل بتابوفيني، تابوفيني يعني تعمل علينا بولدوز مش هتعمل حاجه قوي يعني، واحنا نعمل سكالد استامبينج تانتر مش هتعمل حاجه خالص، على طول وان هيت نوك اوت. وفاضل بيوتي فلاي نديها ايس بيم، المفروض تبقى كفايه انها تخلص عليها. كويس قوي، فادي تاني مدرب. قبل ما نتحرك ممكن نعمل برضو هيلينج سريع بالبوكي فايل، وهيبقى اخر عضو من اعضاء فريق روكت على الطابق العلوي هنا. احنا ما خدناش الانكاونتر بتاعنا صحيح، عايزين ناخد الانكاونتر بتاعنا. اوكي ممكن نعمل ابستراكت الاول، هيعمل ريكفر. اوكي لا ما كنتش عايز اعمل كده، انا عايز اعمل بارتنج شوت علشان ننزل ببيج نوز، هيعمل سوك علينا. اوكي انا اعمل له ديسشارج، الله عاملين له باف البوكيمون ده جامد قوي. ننزل له بمين؟ اسلام بقى، اسلام عصام بالهجمه بتاعه بين سبليت. مش تعمل حاجه علينا قوي، ممكن نعمل واحده باور اب بانش الاول بسرعه، لان لو استخدم اي هجمه مائيه علينا عمل جاسترو اسيد اللي هي هتلغي الابيليتي بتاعتنا. بس دارك سلاريات المفروض تبقى كفايه انها تخلص بعد واحده باور اب بانش. كويس قوي خلصنا عليه. البوكيمون اللي جاي بيكون كرايوجونال، اختيار عجيب قوي، كمان مدلنا الشمس. طب تمام قوي، يعني هو مش بس نزل ببوكيمون ضعيف قصاد اسلام عصام، ولكن كمان ادلنا بوكيمون مع دراوت اللي هي بتشغل الشمس على ارض الملعب، وده هيزود من قوه الهجمات الناريه بتاعتنا. فيعني واحد بوكيمون ورا التاني مش هيستحمل خالص الهجمات دي كلها. فاير فان كفايه انها تخلص وتمام قوي كده. احنا انقذنا مستر فوجي طبعا، بس يعني من باب الاحتياط ممكن نستخدم البوكي فايل ده وهيرجع بينا على بيته، وده معناه ان هو يقدر يدلنا البوكي فلوت اللي هنقدر نصحي بيه السنورلاكس ونفتح طريق لينا. طبعا احنا في مباراه شرسه جدا جدا ضد المدرب ده، انا مش قادر اعملها دلوقتي لانه معاه بوكيمونات صعبه قوي منها ماجا جنجار، وفايده المباراه دي ان احنا ناخد الجنجارايت اللي هي الحجر التطور بتاع الماجا لجنجار، واحنا مش محتاجينها دلوقتي، يعني احنا ما عندناش جنجر في البوكس حتى. فقبل ما نمشي بس من المدينة دي ممكن ناخد الانكاونتر بتاعنا، ما كانش قصدي ان انا اعمل كده. تعالوا ناخد من يعني الانكاونترز دي، انا شايف انها كويسة. نقفل انفينيت ريبل ونشوف البوكيمون اللي هيطلع لنا، بيكون دراجالج بويزن ودراجن، مش وحش لو معاه ابيليتي كويسة هيبقى لذيذ قوي. تعالوا نختار الكورة اللي هنرميها على هذا البوكيمون الشقي. بويزن ودراجن، ممكن نرمي عليه حاجة زي ال دايف بول مون بول، مش عارف انا معيش نست، معايا نت بول، نرمي عليه نت بول يلا مفيش مشاكل.
تعالوا بقى نختار اسم السعيد الحظ اللي هيبقى اسمه على البوكيمون ده، وهنسمي دراجالجي ده على اسم عبد العزيز العتيبي. نسميه عتيبي علشان يعني نبقى عارفين ندخل الاسم كله. بيسألني في التعليق بتاعه: سلام عليكم يا ببعم. وعليكم السلام يا عم عبد العزيز. بيقول لي: وين نظارتك؟ اقول له: انا بحاول ان انا اقلل استخدام نظارتي شوية، لانه بعد فشل محاولتي في اني اعمل عملية الليزك، والدكتور قال لي يعني انت مش محتاج اصلا تلبس نظارة. لما بحاول يعني وقت المنتجة طبعا بحتاجها، بس في اوقات تانية ببقى حس ان انا اقدر ايه اكمل من غيرها. بس احنا نسينا نبص على النيتشر او الابيليتي بتاعه الدراجالج ده، فتعالوا نفتح كده نبص. واحنا معانا بيضة كمان، انا خدت بالي فليم بادي برضو. فليم بادي ممكن نغيرها كده كده، واحنا معانا بيضة ممكن نفقسها. انا مش فاكر البيضة دي اخدناها منين، لو ممكن تفكروني في التعليقات. بس تعالوا نفقسها مع بعض ونشوف، لانه ده معناه انه ممكن يكون انكاونتر جديد، فليه لا؟ ليه لا؟ تعالوا نجرب كده حظنا. يعني احنا في لافندر تاون، يعتبر ان احنا كأننا ما عندنا انكاونتر جديد في المدينة دي. فنشوف هنا البيضة هتفقس اهو، ونشوف البوكيمون اللي هيطلع لنا منها بيكون هو كومبي ميل. وانا عارف ان احنا ممكن نغير ان هو يبقى فيه ميل، لانه طبعا الاناث بس من الكومبي دول بيتطوروا. انا اسف جدا للشخص اللي انا هختار اسمه اللي جاي على الكومبي ده. هو انا مش فاهم معنى الاسم قوي، بس هو كاتب سين قاف لام الف الف الف، فاحنا هنسمي ساقلة بالكيو. ماشي. والكومنت بتاعه بيقول ايه؟ بيقول لي: نصيحة، اعمل الحلقات بتاعة النازلوك تبقى فيديو واحد بس بدل سلسلة. طبعا يعني هو وجهة نظر تحترم ولذيذة، فأحب أسمع رأيكم برضو في التعليق ده في الكومنت سيكشن تحت. هل أنتوا شايفين أحسن نخلي الفيديوهات النازلوك تبقى فيديو واحد طويل؟ أنا بصراحة يعني مبسوط أكتر وإحنا مع بعض في رحلة ونروح ونرجع وكده. في جميع الأحوال إحنا لسه عندنا وقت يعني مش كتير قوي في الحلقة دي، بفكر نعمل فيها ايه. يعني يمكن بما ان عندنا البوكي فلود دلوقتي، نقدر نروح ناخد واحد من الانكاونترز بتاعتنا، الا وهو السنورلاكس اللي سدد الطريق قبل السايكلينج رود، او اللي هو الطريق بتاع العجلات ده. فتعالوا نجرب حظنا، نشغله البوكي فلود ونشوف البوكيمون اللي هيطلع لنا ايه. يعني ده ستاتيك انكاونتر كده كده نقدر ناخده ونشوف. بعد ما نصحي السنورلاكس الغاضب، المفروض ان هو سنورلاكس طبعا، بس هو هيبقى راندمايزد لبوليواج. ماشي. يعني ممكن يبقى بوليراث، ممكن يبقى بوليتود. بوكيمونات مش وحشه قوي، بس انا عايز ما اعتقدش ان احنا عندنا واحد من البوكيمونات دي في الصندوق بتاعنا. ده ممكن نلمي عليه اللور بول. اظن انا كنت اشتريت منها ولا ما لقيتش ليفل هيفي. مفيش. طيب في هذه الحاله ممكن نستخدم الدايف بول، مفيش مشاكل. وننقي اسم البوكيمون ده، هيكون من نصيب مين؟ جوجو 6359، او اسمه على يوتيوب دراجون نايت. فانا هسمي على اسم الهاندل بتاعتك على يوتيوب، وكاتب لي: سلام يا بروف. انا اقول له: سلام يا جوجو، او سلام يا دراجون نايت. مفيش مشاكل، انت منورنا. طبعا ثقلة عمال يتطور ليفلات، واحنا لازم نغير النوع بتاعه من ذكر لانثى للاسف علشان يقدر يتطور. جيف ا نيكنيم لبوليواك. طبعا عايزين نديله الاسم بتاع جوجو. هل جوجو دي ليها علاقه بجوجوز بزار ادفنتشرز؟ برضو ممكن تقولي في التعليقات يا دراجون نايت ليه سميت جوجو. عموما يعني اعتقد مش فاضل كتير قوي في الحلقه بتاعتنا. اللي احنا نقدر نعمله هو نغير النوع بتاع الكومبي بتاعتنا. لا انا مش عايز اغير النيتشر، جندر سواب نعملها للكومبي، نخليه فيميل. اي نعم. فده اول حاجة. وممكن نطور البوكيمونات بتاعتنا الجديدة طبعا، علشان نشوف الابيليتيز بتاعتها هتبقى ايه. عايز يتعلم باك بايت، ممكن نحطها مكان بويزن جاس، وادوني دقيقه كده على ما طوروا للليفل اللي هيتطور فيه. طبعا ليفل 21 بتتطور كومبي لفيسبي كوين طبعا. فتعالوا نصور نسرع اللقطه دي
ونشوف فيسبي كوين هتتعلم دول وينج بيت. هجمة مش وحشة خالص بصراحة يعني. ممكن نحطها مكان ريسايكل مؤقتا دلوقتي. وتعالوا نشوف لو الابيليتي بتاعت الفيسبي كوين دي جامدة ممكن تبقى على فرقتنا. ديفاينت. ديفاينت مش وحشة على فكرة لان هي بتزود من الاتاك بتاع البوكيمون ده بدرجتين كل مرة بتقل من الستاتس بتاعت البوكيمون ده من الخصم بتاعنا. ماشي يعني هنخليها في عين الاعتبار للمستقبل وناخد البوكيمون التاني الجديد بتاعنا طبعا جوجو. طبعا جوجو لو عايزني اغير الاسم بتاعك ياريت تقولي في التعليقات تحت ما تنساش الموضوع ده. وعلى ما يعني نطوره لبولي ويرل هكون فكرت انا عايز اطوره لبولي راث ولا بولي تود. والحقيقة انا قررت ان انا هطور البولي ويرل ده لبولي تود لان انا بحب بولي تود جدا جدا اكتر من بولي راث الصراحة. بس طبعا علشان نقدر نعمل ده احنا محتاجين ايتم معينة وهي الكينجز روك. ودي موجودة في المتجر بتاع سالادون هنا المتجر الكبير قوي ده بس موجودة في الطابق ده. نقدر ننزل على القائمة دي وننزل نلاقي الكينجز روك اهي ب 5000 بوكي دولار وحنستخدمها على البولي تود تبعنا. تعالوا بس نرتب لا مش باي نيم باي تايب علشان نقدر نوصل للايتم دي بشكل سريع شوية. اهي الكينجز روك اهي وهنستخدمها على البولي تود. نسرع شوية من السيكونس او اللقطة بتاعت ايه تطور البوكيمون. طبعا ما تنسوش مرة تانية بفكركم بسؤال حلقة النهاردة هتفطروا ايه اول يوم رمضان النهاردة. كل سنة وانتوا طيبين اتمنى ان انتوا تفطروا فطار شهي. اوه هيتعلم سكالد اوكي ممكن شيلها مكان هايدرو بامب الصراحة ملهاش لازمة قوي دلوقتي يعني قصاد سكالد اقوى بكتير. وتعالوا نشوف الابيليتي بتاعت البولي تود جوجو هتكون توكسيك ديبري. توكسيك ديبري دي اللي هي الابيليتي بتاعت البوكيمون الجديد اسمها جليمورا وجليمت بتوقع التوكسيك سبايكس على ارض الملعب كل مره بتاخد ضربه فيزيكال بتعمل كونتاكت يعني تعمل تلامس مع البوكيمون ده. وبوليتود بوكيمون يعني بالكي عنده دفاعات عاليه الى حد كبير جدا بس ده مش معناه ان احنا هنضيفها على الفرقه بتاعتنا دلوقتي على طول. ممكن قبل اي حاجه تعالوا نجرب نغير الابيليتيز بتاعت دراجالجي وكمان الابيليتي بتاعت فيسبي كوين يعني من باب الاحتياط نعرف برضو ايه الابيليتيز بتاعت البوكيمونات الخفية دي. ممكن بعدها نقفل الحلقة بتاعتنا علشان ما بقاش طولت عليكم قوي. هنروح على سافران سيتي على طول وندخل البيت ده نكلم عمو اللي قاعد هنا. اول بوكيمون احنا قلنا دراجالجي اصلا كان ايه الابيليتي اللي عليه فكروني كانت فليم بادي. احنا قلنا مش قد كده يعني مش وحشة برضو بس يعني يمكن يكون في حاجة احسن. فهنجرب كده نشوف الابيليتي الجديدة بتكون ويك ارمر. بتزود السرعة في مقابل ان احنا نقلل من الديفنس بتاعنا مش عجباني قوي. طيب احنا عارفين انه ديفاينت على الفيسبي كوين بس برضو نجرب كده نشوف هيبقى البديل ايه. البديل بيكون على فيسبي كوين سيلف سافيشنت. دي احسن بكتير دي احسن بكتير. سيلف سافيشنت عامله زي ليفت اوفرز مبنيه جوه البوكيمون ده وبوكيمون زي فيسبي كوين بيستفيد قوي من الموضوع ده لان هي اصلا بالكي جدا وعندها دفاعات عاليه قوي قوي. فاعتقد احنا هنخلي الابيليتي دي ولكن هنرجع الابيليتي على دراجالجي. واعتقد ان احنا برضه هنختم الحلقه بتاعتنا هنا. اتمنى ان تكونوا استمتعتوا بحلقه النهارده واتمنى يكون صيام اول يوم رمضان ما كانش صعب عليكم. وهشوفكم في حلقه جديده من بوكيمون راديكال ريد قريب جدا على قناه بوكيمونيان. انا كنت بروفيسور بيبعم ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب وتجاوبوا على سؤال حلقه النهارده وخلوا بالكم على نفسكم وسلام.